مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نتابع فيها تطورات الأزمة السياسية على ضوء الإعلان عن نقاط مبادرة كيري بشأن الحل في اليمن وموقف الحكومة منها. المبادرة التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال الاجتماع الرباعي في جدة تبدأ وبحسب ما نشرته السفارة السعودية في واشنطن من نقطة تشكيل حكومة تضم الحوثيين، وتلك هي العقدة التي توقفت عندها المحادثات في الجولات السابقة. اثر الحكومة أن هذه الخطوة يجب أن تكون مسبوقة بتسليم ميليشيا الحوثي لسلاحها وانسحابها من المدن ومؤسسات الدولة. مقترحات كيري التي باتت أقرب إلى المبادرة تحتوي على الكثير من نقاط الخلاف، أهمها وبحسب النسخة التي نشرتها البي بي سي هو عدم إشارتها على الإطلاق إلى أي من المرجعيات سواء الدولية أو القرارات الوطنية، وتقديمها لعملية تغيير مسؤولي السلطة الشرعية على أي من المقترحات المتعلقة بإسقاط الانقلاب ومعالجة آثاره. فرص الحل على ضوء المبادرة الأمريكية وموقف الحكومة منها سيكون محور نقاشنا هذا المساء، ونود لفت الانتباه فقط إلى أن سفير اليمن لدى واشنطن كان في وقت سابق وعبر تويتر قد نفى أن ما نشر من تقارير إعلامية عن مبادرة كيري غير صحيح. نبدأ بمناقشة هذه الحلقة لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير لوئام الأكحلي. حلول مستعجلة لا بد للتوصل إليها لقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية، هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي. قضية الحرب على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هي الهاجس الأكبر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي في مجملها أحد أسباب خطة كيري التي أعلنها الأسبوع الماضي في مدينة جدة السعودية. السياسي قبل الإنساني، هكذا تقول المعادلة الأمريكية لحل الأزمة في اليمن، والتي كشفت عن مضامينها السفارة السعودية في واشنطن، وتتضمن 5 نقاط تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأحزاب، وانسحاب ميليشيا الحوثي وحلفائهم من العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق، ونقل جميع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الصواريخ الباليستية من الميليشيا إلى طرف ثالث لم يتم تسميته وتحديد هويته، هل هو داخلي أم خارجي. حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بعد تشكيلها يتوجب عليها حسب الخطة احترام أمن وسلامة الحدود الدولية وحظر نشر الأسلحة في الأراضي اليمنية التي تهدد الممرات المائية الدولية أو الدول المجاورة للبلاد. لا جديد في المواقف المعلنة من طرف الحكومة اليمنية التي أكدت على لسان وزير خارجيتها عبد الملك المخلافي حرصها على التوصل إلى حلول سلمية لكن تحت سقف المرجعيات المتفق عليها. موقف الحكومة يتوازى مع الموقف الخليجي إدراكا منه أن أفكار كيري لم تختلف عن تلك التي قدمها ولد الشيخ وسبق لوفد ميليشيا الحوثي وصالح رفضها. في المعسكر الآخر يبدو أن هناك توزيعا مستمرا للأدوار في المناورة والبحث عن ثغرات لإعاقة أي تقدم يفضي لإحلال السلام، حيث يقوم وفدا الميليشيا والمخلوع بالتحرك في اتجاهات متعددة، أبرزها الزيارة التي يقوم بها وفد الحوثيين إلى العراق بحثا عن دعم وتمويل اقتصادي وسياسي وصولا إلى الحليف الأكبر في طهران التي اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغوطا على حلفائها في صنعاء. وسط كل هذه الدوائر يبدو أن الحل لكل الإشكالات ستفرضه المستجدات في الأرض، حيث بدأت العاصمة صنعاء تشهد حراكا جماهيريا نشطا من قبل موظفي الدولة والقطاعات المختلفة للمطالبة بصرف مرتباتهم، وهو ما ينذر بثورة جياع لن تترك خيارا لأي طرف لفرض شروطه. نبدأ مناقشة موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث مع المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، ينضم إلينا من نيويورك. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك وبمشاهدك الكرام. أستاذ إبراهيم، بالنسبة لك ما الجديد في مبادرة كيري فيما نشر من خلال السفارة السعودية في واشنطن؟ لأنه الآن يمكن أو بات ضروري أن نتجاوز التسريبات التي نشرتها البي بي سي، خاصة بعد ما نشره السفير اليمني في واشنطن وقال أن لا أساس لها من الصحة. إذا ما ركزنا على ما نشر في صفحة السفارة السعودية في واشنطن،
هل هناك حل يمكن أن نلمسه من خلال مبادرة كيري؟ أنا في اعتقادي ما تقدم به كاري ليست حتى يعني مبادرة، أفكار هي تسمى بالأفكار. ما تقدم به وزير الخارجية الأمريكي جان كاري مجرد أفكار، وأفكار لا في اعتقادي لا يستطيع أحد تطبيقها على الأرض. عندما تتحدث المبادرة من قبل كاري على يعني تأسيس أو إقامة حكومة وحدة وطنية، في اعتقادي هذا الشيء ليس بالجديد، قد تم ذلك عندما كان المبعوث السابق للأمم المتحدة جمال بن عمر هو المبعوث الخاص لليمن، وكانت هناك حكومة وحدة وطنية وكان من ضمن الحكومة الحوثيين والمؤتمر. هذا ليس بالجديد ولم يكن الحل. المشكلة يا أخي في اليمن ليست في الحكومة نفسها، الحل المشكلة في اليمن هو حول فئة من شمال الوطن ومن شمال الشمال بما يسمى بالطريقة الأصح، تريد الاستئثار بالسلطة والثروة بالقوة. طيب أستاذ إبراهيم، تقول أستاذ إبراهيم المؤتمر الوطني بحثوا على مخرجات حوار بحيث يكون هناك دولة فدرالية يتم فيها المشاركة في السلطة والثروة على المستوى اليمن. أستاذ إبراهيم بالعودة تقول إلى مبادرة كاري ليس هناك بالجديد، يعني تسمعني أستاذ إبراهيم، وطلب أيضا تسليم السلاح الثقيل إلى وبالذات الصواريخ البلاستيكية إلى طرف ثالث لم يسمي الطرف الثالث، وهذا مشكلة جديدة ربما توضع على الطاولة. يتحدث أيضا على حماية الأراضي اليمنية والممرات الدولية وحماية عدم تسلل أي أسلحة من اليمن لتهديد الجيران، وهو يقصد بذلك الحوثيين. طيب أستاذ إبراهيم تسمعني؟ نعم أسمعك. أتمنى أن يكون صوتي واضح لديك. تتحدث عن أن هناك صعوبة في تطبيق أفكار كيري وتقول أنها لا ترقى إلى مستوى مبادرة، لكن هناك تشابه فيما طرحه كيري مع الرؤية الأممية التي طرحت من قبل ولد الشيخ، وكانت الحكومة أبدت استعدادها وأبلغتهم بأنها موافقة عليها وهو تشكيل حكومة، لكن كان الخلاف هو على التراتبية في مضمون هذه الرؤية والتزمين فقط. طبعا هناك يعني شبه كثير بين مبادرة كاري والمبعوث الأممي ولد الشيخ، لكن هناك المشكلة هو كما قلت ليس في تشكيل الحكومة ولكن انتزاع السلاح من الميليشيا وانتزاع التهديد التي تهدد به الأمن والاستقرار في اليمن وأيضا المجتمع الإقليمي والدولي. لو تلاحظ ما قاله أيضا كاري أنه الحوثيون قاموا بمخالفة القانون الدولي ويهددون الأمن والاستقرار في المنطقة وجيرانهم المملكة العربية السعودية، فحتى تصريحات كاري متناقضة مع ما تقدم به من مبادرة. أنا أستاذنك بالبقاء معنا أستاذ إبراهيم، سأذهب إلى الكاتب السعودي جمال خاشقجي ينضم إلينا من الرياض. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا أستاذ جمال. رؤية كيري للحل في اليمن، هل يمكن الحديث أنها أصبحت رؤية سعودية أيضا، رؤية للرباعية التي اجتمعت في جدة؟ لا أبدا، حتى هذه المبادرة مشكوك فيها تماما، وقبل قليل سمعت تصريح لسفير اليمن في الأمم المتحدة أو في واشنطن ينفي هذه المبادرة. لا يعقل أن هذه المبادرة أن تقبل لا من السعودية ولا أن تقبل هذه الأفكار من الحكومة الشرعية. ربما الشيء الوحيد الذي سردته أو الذي ذكرته البي بي سي ويمكن أن يحمل على محمل الجد هي الأفكار الثلاثة الأولى، حكومة الوحدة الوطنية وتسليم السلاح لطرف ثالث ووقف الأعمال القتالية. هذا أوكي، إذا كانت هذه الأفكار تدور حول ذلك خاصة مثلا حكومة الوحدة الوطنية معقول هذا الكلام. بالتأكيد في تفاصيل أخرى، وحان الوقت طالما أنه سربت هذه الأفكار من قبل طرف مستفيد في الغالب هم الحوثيين أو من في سلكهم، يعني حان الوقت ان الاداره الامريكيه من نشرت تسريبات البي بي سي مبادرتها بالتفصيل.
من نشرت تسريبات البي بي سي. ما أنا أقول ما نشرت البي بي سي تزعم أنها حصلت عليه من مصدر، ولكن لا يمكن أن يقبل إلا عندما نسمعه من جهات مسؤولة. يعني يجب أن نسمع من الإدارة الأمريكية أو غير الحكومة الشرعية. المبادرة كما قرأتها في موقع البي بي سي لا يعقل، لا يمكن لحكومة الرئيس هادي وبالدغر أن يوافقوا عليها أبدا. طيب تقول أن هذه الرؤية لا يمكن أن تكون مقبولة من قبل السعودية والرباعية وأيضا الحكومة الشرعية رؤية كيري، لكن ما الذي يمنعهم حتى الآن من إصدار موقف واضح منها، سواء السعودية أو حكومة الرئيس هادي؟ المواقف غامضة وربما غير واضحة حتى الآن من هذه المبادرة، ولذلك هناك مجال للإشاعات والكثير من التسريبات. يوجد تصريح اطلعت عليه قبل قليل من مصدر يمني في الحكومة اليمنية، من إما أن يكون السفير في واشنطن أو في الأمم المتحدة، وقد نفى هذه المبادرة. نفى التسريبات لكن لم يذكر موقف الحكومة، هل تؤيد أو ترفض هذه المبادرة أو الرؤية؟ صدقت، يجب أن الحكومة تخرج وتقول أنها تؤيد أم تبادر. لاحظ أن هذه الأيام في لعبة مبادرات كثيرة وتسريب أخبار حتى في الحالة السورية. الأمريكان يسربوا اتفاق تم مع الأتراك ثم يأتوا الأتراك وينفوه. الروس يسربوا اتفاق مع الأمريكان ثم يأتي الأمريكان وينفوه. فهذه يبدو اللعبة باتت متداولة وتضعف مصداقية حتى القوى العظمى. لكن يجب أن تضغطوا أنتم كصحفيين، نحن كمعلقين، على المصادر التي نتحدث لها، إنها يجب أن تتحدث وتقول عن موقفها الحقيقي تجاه مثل هذه المبادرات التي تربك الأشياء. طيب أستاذ جمال، نناقش أيضا ما نشر على موقع السفارة السعودية في واشنطن، والحديث عن تقديم الشق السياسي على الشق الأمني ربما وجعلهم في نفس التوقيت يجعل ربما الحديث عن حل حقيقي للأزمة صعب وغير قابل للاستمرار. ما هي البدائل التي يجب على الحكومة والتحالف العربي المضي فيها غير هذا الحل برأيك؟ ما طرح بالفعل لا يمكن أن يقبل به ولا يمكن أن يكون حلا مرضيا. يعني كيف يمكن للرئيس هادي أن يعود إلى صنعاء في حكومة هو ثلث فيها؟ كيف يعمل على نفسه وهؤلاء سبق لهم الغدر والقتل؟ مسألة بعيدة جدا، ولا مستحيل أن يوافق التحالف أو الحكومة الشرعية على اقتراحات كهذه التي ترقى إلى الاستسلام. يعني ربما سوف يكون أكثر أمانا للرئيس هادي يعني عن الاستسلام، وهو يعود إلى بيت في صنعاء على أن يعود كرئيس شريك بالثلث. فلا يعقل أن هذا الكلام منطقي أو صحيح. المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا. بداية، هل لك من تعليق على ما جاء في مؤتمر ولد الشيخ؟ أنا في اعتقادي أهم نقطة قالها ولد الشيخ هي أنه لا يمكن تشكيل حكومة وطنية إلا بانسحاب ميليشيا الحوثي من العاصمة اليمنية صنعاء، وبهذا أنا في اعتقادي هذا هو الأهم نقطة. يعني إذا انسحبت الميليشيا من صنعاء فهذا يعني إنهاء الانقلاب وإنهاء تواجد الميليشيا في العاصمة صنعاء، ومن ثم سحب السلاح وعادت الحكومة إلى العاصمة صنعاء لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هذا يعني مما لا شك فيه قد وضع ولد الشيخ النقاط على الحروف، وهذا ينهي كل التكهنات التي تتحدث على ما هو البند الذي يأتي قبل البند الثاني. هل يتم سحب الأسلحة الميليشيات قبل الحكومة الوطنية أو بعد تشكيل الحكومة الوطنية؟ وهذا الأمر بات واضحا في وجهة نظري. الأمم المتحدة لديها الآن رؤية واضحة بأنه لا يمكن
تشكيل أي حكومة في اليمن إلا بانسحاب الميليشيا من العاصمة صنعاء وتسليم سياحة. الأهم في كل المبادرات والنقاط من مؤتمر جنيفة إلى مؤتمر الكويت إلى المبادرة الأممية إلى مبادرة وزير الخارجية الأمريكية كيري، كلها تتحدث على أهم بندين وهو سحب السلاح من الميليشيات وخروجها من المدن اليمنية. هذا في وجهة نظري أهم ما يأتي في كل المبادرات. الشيء الآخر، كل المبادرات تتحدث على تشكيل وحدة وطن، حكومة وحدة وطنية، وفي وجهة نظري لا الحكومة اليمنية ترفض تشكيل حكومة وطنية ولا المجتمع الدولي ولا المجتمع اليمني. الكل يود السلم والسلام في اليمن. ما يعرقل كل هذا هو وجود ميليشيات تحت المدن والعاصمة اليمنية، تحت يعني مؤسسات الدولة، تفرض الحرب على اليمنيين بالقوة، تقتل في عدن وفي صنعاء وفي مأرب وفي تعز وفي البيضاء. إذن كل المبادرات تتركز على شيئين مهمين، هو سحب سلاح الميليشيا وإخراج الميليشيات من المدن والعاصمة اليمنية. طيب أستاذ إبراهيم، فيما يخص أنه لا خلاف بين رؤيته ورؤية كيري أيضا، يعني الآن حديث عن رؤية واحدة فقط، يعني أن ما جاء به كيري هو فقط دعم لخطة ولد الشيخ؟ أنا في اعتقادي هو يعني ما بات واضحا هو أن الكل أصبح متفقا على أهم النقاط. يعني كيري لن يضيف أي شيء جديد، والموقف الأمريكي منذ كل المحادثات التي جرت بين الميليشيا والحكومة اليمنية يتحدثون عن دعمهم للمبادرة الأممية وللمبعوث الأممي. فأنا اعتقادي ما وضح من المبادرة الأمريكية هو أنهم لا يختلفون، في وجهة نظري هي رسالة واضحة لليمنيين وللمجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة هذا هو موقفها من ما يجري في اليمن، وهو بشكل واضح دعما لموقف ولد الشيخ ودعما للمبادرة الأممية، ولا تختلف تماما عن ذلك. فالشيء الجديد هو أن الموقف الأمريكي بات واضحا من أهم نقاط وأهم يعني ما يجري في اليمن، وهو التي يتفق عليها الجميع. شكرا لك سيد إبراهيم. حكومة وطنية، سحب الميليشيات من المدن، ومن ثم سيسقط الانقلاب بهذه الطريقة، ومن ثم يذهب الشعب اليمني لتقرير مصيره في بث مخرجات الحوار الوطني والعمل شكراً بها جزيلاً. وفكرة الأقاليم والفدرالية في اليمن. أشكرك جزيلا أستاذ إبراهيم القعطبي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من نيويورك، وأيضا الشكر موصول لضيفي من الرياض الأستاذ جمال خاشقجي كان معنا في بداية هذه الحلقة. وصلنا إلى نهاية حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، في أمان الله.